شو في؟ ما في داعي تقلق، المريض فاق وهلا رح نعمل له فحص ونقيم حالته. لسه بدنا شوية صبر ورح يكون كل شيء منيح ورح تشوف. أصحك تفكر تقرب من مرتي وإلا صدقني وقتها رح أدفعك الثمن غالي. مو صح تفوت وانت بهالحالة. حاول تهدي حالك شوي، اساسا لو في شي كنا عرفنا. طمني كيف وضع ابي؟ عم نستنى ولهلا ما خبرتونا شي. مزبوط معك حق، بس ما عاد في داعي تقلقوا، وضعه ما بيخوف مثل ما توقعنا. ابوك فاق هلا وحالته صارت مستقرة وما في اي تلف بدماغ، بس هو تعبان بسبب الازمة اللي صارت وراح يتحسن مع الوقت. شكرا دكتور. ألف حمد وشكر يا رب، ألف حمد وشكر لك يا رب. طيب فيني فوت شوف أبي هلا؟ رح ننقله على غرفته، فيك تشوفه هنيك. تمام تمام. شو نقول؟ قليلي فيك شي؟ هيك مواقف بتصير بعد التوتر طبيعي، لهيك خدوها هلا على الغرفة لترتاح شوي. بابا الحمد لله على سلامتك، خوفتنا كتير عليك. أنا منيح ابني، لا تخاف. الدكتور قال حالتك مستقرة، بس مشان نطمن أكتر رح يخليك هون بالمستشفى لكم يوم لحتى نطمن عليك وبعدين بنرجع على البيت. إن شاء الله ابني إن شاء الله. فريدة وسنقول قاعدين برا، بدك ناديلهم؟ لا لا تناديلهم، عود بدي أحكي معك شوي. هلأ فات من الغيبوبة والوقت ما مناسب لنحكي، بس نرجع على البيت منقعد ومنحكي قد ما بدك. ابني الواحد شو ما كان الوضع يلي هو فيه ما لازم يأجل أبداً الشيء اللي بده يقوله، لأنه ما حدا بيضمن شو يلي رح يصير معه بعد دقيقة. اليوم عايش بس بجوز بكرة ميت. لا تقول هيك، انت منيح. ألف الحمد لله أنا منيح. أكيد بتعرف قديش بوثق فيك، وصدقني لو اني مت اليوم وقت ما كنت رح اقلق عليك ابدا، لاني بعرف انك بتساعد كل الناس، عيلتك وكل اللي حواليك، وايدك ممدوده حتى للغريب وبتساعدهم من دون ما تفكر. وبدي اياك تعرف اني فخور فيك ابني. كان بدي اقول لك شيء قبل ما تصير معي الأزمة، بس للأسف ما قدرت. هلا رح اقوله. ليك ابني شو ما كان صاير بيناتكم
بدياك تضل جنب فريدة وتحميها. ظلمناها كتير لهي البنت. الحمد لله أنه ربي عطاني فرصة تانية، لا أقدر إلك هذا الشيء. خليك عم تحمي يا ابني حتى لو هي ما بدها. أصحك تتخلى عنا أو عن حمايتها. لشو هذا الكلام؟ وأنا كمان مثلك حسيت إنه صاير شي مع فريدة، ومعك حق بأنك تشك بأميت لأنه تغير كتير بعد ما تزوج فريدة. تحول لشخص غريب كتير، وحتى تصرفاته صايرة غريبة. من وقت ما شفت هذا الزلمة وفي شي بيني وبينه، بس ما عم أعرف شو هو. مثلاً لما بكون واقف جنبه ما بحس بأي أمان. خليك لاحق إحساسك ابني، ولا تتخلى عن فريدة، وخليك جنبها. ولازم يعرف أميت إنك واقف جنب فريدة وإن مانا لحالة. من هلأ مو بس أنت عدوي أمير، كل عيلتك صاروا أعدائي، ورح خلص عليكم واحد واحد، وما رح وقف لحتى أنهي سلالة تارهون كلها، ورح تشوفوا عن قريب. مو مشكلة،